لمزيد من التفاصيل حول الشأن السوري ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة مارسين رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار أستاذ غزوان قرنفل، أهلا بك. سيدتي، في ظل الحديث عن توافقات روسية أمريكية لسحب القوات والميليشيات الإيرانية من سوريا، علي شمخاني يصرح بأن الدعم الاستشاري الإيراني في سوريا متواصل بطلب من نظام الأسد، كيف تقرأ هذا التصريح؟ يعني هو ليس أكثر من تصريح يحاول أن يعوض فيه حجم الانكسار والهزيمة اللي منيت فيها القوات الإيرانية لجهة وجودها في منطقة جنوب سوريا بعد الاتفاق الإسرائيلي الروسي على وجوب سحب تلك القوات من منطقة جنوب سوريا. بكل تأكيد يعني كان هذا الاتفاق على حساب إيران تماما. طبعا بالتأكيد من يدفع الثمن الأول والأخير هي أطراف المعارضة السورية، ولكن على مستوى القوى المتصارعة والمتقاسم للنفوذ في سوريا، إيران بهذا السياق تدفع الثمن، وهذا التصريح هو محاولة تعويضية لا أكثر. نعم، هذا تصريح سبقه تصريح آخر للأسد بأنه لا قوات إيرانية في سوريا، في أي مربع وأي خانة يناور نظام الأسد، وكيف يوازن بين مصالحه مع روسيا وبقاء القوات الإيرانية في سوريا؟ الأسد مضطر أن يمشي وفق التعليمات الروسية والإسرائيلية اللي بيتم الاتفاق عليها، هو مضطر أن يرضخ لتلك التعليمات، وبالتالي أيضا يأتي تصريحه في إطار تخفيف الهزيمة المعنوية لإيران في هذا السياق، والزعم بأنه لا يوجد سوى مستشارين عسكريين. كل العالم تعرف والقوى الكبرى تعرف أنه هناك قوات من الحرس الثوري والميليشيات الطائفية متواجدة على امتداد الأرض السورية بدءا من دمشق وصولا إلى حلب ووصولا حتى إلى ما يقارب الحدود الأردنية. الاتفاق الأخير أتى يعني تقليم أظافر القوات الإيرانية الموجودة في المنطقة مع حلفائها من الميليشيات الشيعية المختلفة. ماذا عن التوافق الروسي والأمريكي في الجنوب السوري، وما مدى صحة نفي وزير الخارجية السوري وليد المعلم لذلك؟ يعني المشكلة أنه النظام السوري هو آخر من يعلم، يعني ما يحصل أصلا بمعزل عن أي سلطة أو سطوة له. يحصل اتفاقات بين الولايات المتحدة، بين روسيا، مع تركيا، مع إيران، مع إسرائيل، هو آخر الفاعلين، يعني إذا جاز تسميته أصلا بالفاعل. وبالتالي يعني إنكار هذا الاتفاق، وغالبا هو قائم هذا الاتفاق، إنكار هذا الاتفاق هو يعني محاولة مع الأسف يعني عدم إراقة ماء الوجه أكثر من مما هي مراقة يعني في الوضع الحالي في بالنسبة لسلطة الحكم في سوريا. نعم. الاتفاق غالبا تم، ويمكن أن تستعيض أمريكا بتسليم القاعدة التنف إلى قوات روسية، وهذا احتمال قائم جدا. تضمن عدم على أن تضمن روسيا عدم وصول قوات إيرانية أو ميليشيات شيعية إلى تلك المناطق. بالانتقال إلى درعا، كان هناك تقرير لموقع سبوتنيك، وكالة سبوتنيك الروسية، بأن هناك اتفاق بين موسكو وتل أبيب لتمكين الأسد في درعا تحديدا. ما مدى صحة ما ورد في هذا التقرير وتمهيد الأرضية للحل السياسي هناك؟ بتقديري التقرير صحيح 100%، يعني القوات النظام السوري ستأخذ المنطقة وستأخذ معبر نصيب الواصل مع الأردن، وبالتالي لن يكون هناك تواجد عسكري لقوات المعارضة مهما كان تصنيفها، سواء كانت يعني جيش حر أو أي تصنيف آخر. لن يكون هناك قوى مسلحة على غرار ما حصل في ريف دمشق، أيضا سيحصل في الجنوب. هناك من سيسلم السلاح وينخرط في إطار الجيش السوري، وهناك من سيتم ترحيله إلى مناطق أخرى.
نبقى في المجال العسكري على الأرض. كان المجلس الأعلى للعشائر في سوريا اتهم ميليشيا الحشد بشن هجمات إرهابية، هل تتوقع أي صدام بين العشائر وميليشيا الحشد في هذا الصدد؟ لا أتوقع، يعني كلها مجرد أدوات تأتمر بأمر الفاعلين الدوليين والإقليميين، لن يحصل أي صدام بتقديري. كل ما هنالك أنه تلك الأدوات يتم تحريكها عن بعد، وليس هناك من مصلحة أن يحصل هذا الصدام. أشكرك جزيل الشكر رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار الأستاذ غزوان قرنفل، كنت معنا عبر سكايب من مدينة مرسين التركية.